بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر حاولي تركوكي الحقي يا انسان شوي. مش الرحيم، لا الرحي حي ركوكي الحق شوي. ماشي الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حكم الباء الساكنة بالصبر؟ قلقلة. طيب ما حكم الواو وتواصوا؟ مدلين في فيها مد؟ وتواصوا. نسميه حرف لين، حرف غين. ماشي؟ لكن مد تمام، لين امتى؟ انا لما اتلخبطت، نقف على قلت ساكن مد بعده، بدل حرف غين. تمام لما يكون جاي حرف ساكن سكون عارض يتحول إلى مد لين، زي اللي خدناه قريش. احنا وقفنا قريش عشان سكننا الشين، أيوة. فأصبح إيه؟ مد لين. أما هنا في حرف ساكن سكون عارض يبقى حرف لين. لا وتوافوا في أي حاجة؟ لا لا، يبقى حرف لين. تمام. طيب بارك الله فيك. يا ليرو دايم. السلام عليكم استاذ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان، ما تعملش تكرار الراء، ولا عصر نعم، راء واحدة. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فخلصوا وتواصوا. شوية وعملوا صوت نعم، صوت وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوا يا وتوا ولا وتوا؟ نعم سلام. وتواصوا لا بالحق برضه طلع وتوا. نعم، ما وتوا وتوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير، فخم الله يعافيك المراقبة معاكي. بس إن شاء الله أستاذة، ماشي، ايه حكم إن النون شاء الله. المشددة؟ إن الإنسان، إن الإنسان، نون إن أستاذة، والإنسان الإن النون اسمه إيه؟ النون نون المشددة دي مدغمة حكمها إيه؟ مشددة، مدغمة أستاذة، اسمه مش مضغمة؟ بغنى. نعم، بغنى بغنى مشددة، بغنى السلام، اه قولي حرف غنة مشدد. بغنى مشدد. نعم أستاذة، آسف. جزاك الله خير. حياكم.